فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في من يقول بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا؟ هذا كلام باطل. البدعة ما هي بتجمع، البدعة تفرق، هذا عكس الصواب. السنة هي اللي تجمع الناس والبدعة تفرقهم. أما قوله بدعة تجمعنا ولا سنة تفرقنا، ما أذن هذا يقوله مسلم، هذا ما يقوله إلا زايغ أو ضال والعياذ بالله. البدع لا خير فيها، وهي تفرق الناس، والسنن فيها الخير كله، وهي تجمع القلوب وتجمع الناس، فهذا كلام عكس الحق والعياذ بالله. فعلى من يقول هذه المقالة أن يتوب إلى الله، لأن هذه خطيرة جدا، هذه الكلمة هذه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مثل واحد من الشعراء يقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يقول سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا شاعر عصري يقال هذه المقالة والعياذ بالله. هذا القول قريب من هذا الشاعر. نعم.